لمعشوق الجماهير المصرية الكابتن محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي. النهاردة في خبر أسعد برضو الملايين من جمهور صلاح، لأنه في كلام على رغبة الفريق العملاق بطل الأبطال وبطل أوروبا ريال مدريد في ضم محمد صلاح في صفقة خيالية بينه وبين نادي ليفربول الإنجليزي. أعتقد الصفقة يعني هتشمل كمان المحترف الدولي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد، إن ليفربول ياخد جاريث بيل وريال مدريد يستفيد بجهود وخدمات محمد صلاح في هذا النادي الملكي الكبير والعملاق. ترى هذه الصفقة هتتم فعلا؟ هل ده من مصلحة محمد صلاح ولا من مصلحته ان هو يظل في صفوف ليفربول؟ معايا للتعليق على هذا الخبر الناقد الرياضي المعروف والصديق العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب. بمسي عليك وقول لنا تحليلك لهذا الخبر استاذ ايهاب. مساء الخير. مساء الخير استاذ معتز، عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا، تحيه لحضرتك. يمكن موضوع مهم لحضرتك دايما بتفتحه، زي ما انت معودنا دايما بتاخد اللقطات المضيئه قوي واللي عليها كلام كتير عشان نحسمها. هحسم لك الموضوع ده وبشكل قد يكون مختلف عن كل وسائل الاعلام العالميه، ولكن بمضمون تحليلي محترم مع حضرتك كده. عايز اقول لك ان معظم مواقع الترانزفير او مواقع الانتقالات في العالم كلها كبيره الموثوق فيها بتتكلم عن هذا الانتقال. وبتتكلم ان محمد صلاح اقترب فعلا من الريال. سفير السعادة المصري محمد صلاح، سفير السعادة ده يعني قاب قوسين او ادنى وفقا لكل مواقع الانتقالات واخرها المواقع الايطالية، وهي اكبر مواقع لما بتتكلم بتكون القصة حسمت وانتهت. وان المقابل كبير جدا، وان جاريث بيل هيكون موجود في صفقة انتقالية. كل الكلام ده ماشي بشكل كويس، وكل الكلام ده ما زال تكهنات اعلاميه. بس انا شخصيا، اوعى تزعل اللي بقاطعك يا ايهاب، انا شخصيا مبسوط من صلاح في الدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي بريمير ليج يعني طبعا بيحظى بمشاهده عالميه كبيره ومنافسه شرسه. وبعدين بكل صراحه يعني مش عايز صلاح يبقى جنب كريستيانو رونالدو اقوى واشهر لاعب في العالم، علشان يعني هو ربما في ليفربول يعني يبرز اكتر، ولا ايه رايك؟ على فكرة أنت بتاخد التحليل لزاوية حلوة قوي عجباني، ومن حبك لمحمد صلاح طبعًا عايز دايما تشوف صلاح النجم الأوحد في مكانه طبعًا، مش عايزه نجم جنب كوكب كبير جنب أنت عايز خايف عليه صلاح دايما. كلام جميل جدا. طب نروح على أرض الواقع بعيدا عن المواقع الكبيرة وبعيدا عن التكهنات وبعيدا عن التقارير الصحفية والإعلامية، على أرض الواقع. على أرض الواقع لو ريال مدريد هيجيب محمد صلاح وهو طبعا على راداره بس بشكل معين، لا يمكن هيحط معاه جاريث بيل، لان جاريث بيل الشرط الجزائي بتاعه 100 مليون يورو ويحط عليه فلوس تاني، فالصفقه هتخش في ارقام كبيره جدا، تطبيقها على ارض الواقع مش هيكون مظبوط. ادي واحده. الاهم من كده هو زين الدين زيدان المدير الفني للريال. هذا الرجل اتكلم بصراحه وبوضوح على محمد صلاح، وتحديدا في نهائي كاس العالم للانديه من اسبوع. وسئل على محمد صلاح وكانت اجابات الراجل عظيمه جدا، كانت ايجابيه جدا. اتكلم على محمد صلاح، مظبوط، انا محمد صلاح لعيب كبير جدا طبعا، أنا محمد صلاح لعيب اضافه لاي حته، انه بيتطور بشكل كبير، ان هم متابعينه، انه لعيب مكسب لاي فرقه ينتقل اليها. هذه التصريحات انا احللها لحضرتك واقول لك ان محمد صلاح بعيدا عن رادار ريال مدريد نهائيا على ارض الواقع، بمعنى ان تمجيد زين الدين زيدان والاشاده بيه يؤكد انه مش في حساباته، لانه لو كان في حساباته مش هيشيد بيه جامد، مش هيتكلم عليه على العلن عشان ليفربول ما يعليش الصفقه، ما يحطش ليه سعر اكتر. كمساله بيزنس بقى. بالظبط، كانت لعبه بيزنس، وعندما الصفقات الكبيره لما بتتلعب بيزنس بتتلعب في الصمت. فبالتالي حديث زين الدين زيدان بهذا الشكل وبهذا المضمون وبهذا التفاخر وبهذا الاضافه الكبيره لصلاح، اداله حقه فعلا. ومعنى ان اداله حقه فعلا انه مش في دماغه في هذا التوقيت. طيب مش في دماغه يعني في هذا التوقيت ده يعني أنا تحليلك التحليل احترمه يعني جدا.
تمام. احترمه جدا. وبعدين ربما الايام الجايه والاشهر اللي جايه هتورينا برضو اين ترسو سفينه محمد صلاح النجم المصري. لان طبعا هل ليفربول هيستغنى عن صلاح في يناير ولا في نهايه الموسم؟ اعتقد لو ان هي موجوده عند ليفربول مش هتكون في يناير القادم. لا لازم يكمل الدوري بقى، ده راجل هداف، ده هداف، ده رقم واحد هناك في البريمير ليج، 14 هدف لغايه دلوقتي. فالنهارده ما اقدرش، ادي عندي سببين انه يمنعوا الصفقه في هذا التوقيت، كلام دين الدين زيدان الايجابي جدا فبالتالي مش هيغلي الصفقه على نفسه. ادي واحد. اثنين، ان ليفربول فعليا ما يقدرش يسيب صلاح في هذا الشهر تحديدا في وقت هذه الانتقالات وموسم الانتقالات الشتوي. ثالثا، ان تقريرات المحترمه جدا لاكبر المواقع العالميه اللي بتتكلم عن الانتقال هو فعلا بديل عصري للريال، ولكن الريال لم يتحدث ولم يقل كلمته الرسميه حتى الان. طيب احنا عموما يعني المقوله الشهيره ان غدا لناظره قريب، احنا ننتظر ونشوف. واحنا بنشكرك جدا على هذا التحليل وهذه المشاركه عن احتمالات عرض ريال مدريد لمحمد صلاح للانضمام لصفوفه من اول موسم الانتقالات الصيفيه اللي جايه يعني 2018. هنشوف ايه اللي هيحصل. كل التمنيات الطيبه طبعا لنجمنا الكبير انه يحقق يعني مزيد من النجاحات والتفوق في كره القدم العالميه. فخر لمصر وللعرب طبعا محمد صلاح من غير اي مبالغه لو قلنا كده. بشكر الاستاذ ايهاب الخطيب. عايز افكركم بالفرحه اللي الشعب المصري كله فرحها لما صلاح جاب لنا البينالتي او ضربه الجزاء في ماتش الكونغو في برج العرب، لما بعديها صعدنا والحمد لله لمونديال روسيا 2018. يومها كان في صوره مهمه جدا، الصوره دي استحوذت على اهتمام العالم لشاب مصري برجل واحده بيرقص من غير العكاز بتاعه. الشاب المصري ده طبعا هو ظهر اعلاميا كتير وتناقلت صورته وكالات الانباء وبالصفه خاصه موقع الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم اللي اهتم جدا بهذا الشاب وبحبه وعشقه لكره القدم. والشاب ده الحقيقه بعدها اصبح ملء السمع والبصر وكون فريق اسمه طبعا محمود عبده، عنده 28 سنه، وفي الاسبوع الاخير كون اول فريق لكره القدم من ذوي الاعاقه برجل واحده، وخاضوا مباراه بمركز شباب السلام. والحكايه كلها هعرفها من محمود ضيفي النهارده في اخر النهار، ومعاه الفرقه كلها ومعانا جمهور علشان يبقى التفاعل كده يعني مباشر في استوديو اخر النهار. فبعد الفاصل محمود عبد العظيم ابراهيم المعروف بمحمود عبده، عاشق لكره القدم ولهذه الرياضه في 2017 وامتدادا ل 2018 مع متابعه كاس العالم في روسيا، حيث مصر في مجموعة كولومبيا وطبعا روسيا والمملكة العربية السعودية. أوروغواي، أنا آسف، أوروغواي والسعودية وروسيا البلد المضيف وبلد عربي تاني. هنعمل إيه؟ إحساسي كده إن إحنا هنعمل حاجات طبعا مع وجود اللعيبة بتوعنا اللي زي الفل. هنتكلم مع الناس الجميلة دي بعد الفاصل، ومستني طبعا مشاركاتكم واتصالاتكم وتابعوهم بقى واطرحوا كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. موضوع بيمثل الاصرار والتحدي وعدم الياس، طالما في حياه فما فيش ياس. تعالوا نشوف الناس دي بعد الفاصل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.